مشاهدينا ومتتبعي إذاعة مدينة اف ام، حلقة اليوم غنخصوها العادات وطقوس مدينة مكناس ليلة 27 أو ليلة القدر. أجيو تشوفوا معايا المغاربة ومكانسة كي كيحتفلوا بهذه المناسبة. هاد 27 كيكون العنا ديال البنيتات والجبادو ديال البنيتات، كيتلبسيهم لبسات تقليدية وأصيلية ديال داكشي مكناسي، عاد كتفرحوا بهم داك الكليسه ديالهم في كتجي في داك فوق العماريه ولا اللي كيتمشى دابا في هاد ليلة 27 تيكون عندنا الإقبال كثير وكثير على الملابس ديال الوليدات الصغار، يعني جميع المقاصات وكذلك تدر الرجال، ومع زائد الشراب بحال هادشي ديال النساء تبارك الله. هادشي يعني دابا تطور ولا كنا كنصاوبوا شحال هادي استقلي كامل، دابا تنوعنا يعني بطرز اخر بلوينات اخرين واشكال جديده، يعني هادشي ولا ديما الجديد فيه. والاثمنه كذلك ثمانات ممتازه بزاف، يعني ثمانات في المتناول الجميع 80 100 الى حتى 200 250 درهم على حسب الجوده ديالها، على حسب الحجر اللي فيها، على حسب السقلي اللي فيها. بالنسبه للدراري الصغار عاوتاني كاين نورمالمون من 100 درهم وانتي طالعه، يعني راه اي فئه من المجتمع تيمكن له ياخذ يجي يشري اللبسه اللي بغيتو. تنحتفلوا بهذا المناسبه نتاع ليله 27 تنلبسوا فيها البنيات والوليدات، عندنا اللباس التقليدي وعندنا اللباس الامازيغي، وحنا كل سنه تنحتفلوا هكا مع الدراري الصغار باش تنشطوا وتفرحوا وندير لهم صور وكاميرا وتكون جوق ومسائل زويونه. الوليدات تندير لهم مكياج، تلبسهم اللبسه والحنه وتندورهم في العماريه بدقائقيه والمسائل وتعطيهم الصيديات ديالهم والتصويرات، والثمن راه ما تيتعداش 100 درهم. الليله ديال 27 ان شاء الله تنديروا الدجاج انت مولات الخير معمر بالكبود والخيرات وداك الشيء، وتنصليو شي شويه وتنفرقوا اللغه مع الوليدات ومع الحباب فهمتي والاخوان. ولكن الماكله الزرود الزرود اختي، الا ما كان الزرود راه ما كاين والو. انا بوحدي تناكل فروج بوحدي وعامر بالكبده ولا ديك الدلويه شنو سميتي يقول لها بعد هذيك شعريات الشينوا والزيتون المحمر والضغميره. البنيتات الصغار شنو كدير لهم؟ نتباش كنقفوهم وكنحنيو لهم وكنخرجوهم نساريوهم كنشري لهم القفاطن والتكاشط وكنساريوهم ندبروهم كنحنيو لهم